بغيتي تشري سخان كهربائي وما عرفتيش شحال خصك من الليتر اللي غتستعمل في الدار ديالك على حسب الاحتياجات ديالك وعلى احتياجات العائله ديالك. خليك معايا بعد الفاصل ان شاء الله وغنعرض لك الطريقه باش تقدر تختار السخان الكهربائي اللي غيصلح لك المنزل ديالك. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله بعد ما جاوني بزاف ديال الاتصالات من بعض الناس كيتصلوا بيا هاتفيا ولا كومونتير كيسولوني اخي مهدي بغينا نعرفوا عندك اشمن سخان اللي ممكن نستعمل عندي في الدار شحال يكون فيه مليتر. يعني كما كنعرفوا كاملين ان السخانات الكهربائيه كاين بزاف، حنا ما كنهضروش على لا مارك، ما كنديروش اشاره حتى شي ماركه حتى شي علامه تجاريه، ولكن حنا كنقول لكم شنو هي يعني الطريقه اللي باش تقدر تعرف اشمن سخان شحال يكون فيه مليتر اللي غتحتاجو في المنزل ديالك. باش كما كنعرفوا ان السخانات الكهربائيه كاينه فيها 15 لتر و 30 لتر و 50 لتر و 80 لتر و 100 لتر و 150 لتر و 200 لتر. بالنسبه تاع 150 و 200 كيتستعملوا في الدواش كوليكتيف، يعني كيكونوا في المدارس الداخليه او مثلا في اصحاب الناس اللي كيكون عندهم واحد الدوش اللي كيكون كيستعملوه ولا قاعه الرياضه مثلا كيستعملوه 5 6 في ان واحد. بالنسبه دابا انت في الدار ديالك كيفاش غتقدر تستعمل السخان الكهربائي؟ شكون هو السخان الكهربائي اللي غتقدر تستعملو في الدار ديالك واللي ما غيخليش ان الماء ديالو يبرد عليك؟ حنا دابا غنهضر معكم بحكم التجربه ديالي مع الكليان ديالي، يعني درنا تجارب، يعني كل الناس كل واحد شنو كيقول كيفاش طريقه الاستعمال ديالو كيفاش ديرو كيفاش تشريو كيفاش دير. حنا خصنا نعرفو السخان هذا كما كتشوفوا حنا ما كنهضروش على العلامه التجاريه، حنا كنهضروا على السخان. السخان كيفاش تعرف ان السخان كيفاش كيتستعمل؟ يعني ملي كتجي تهضر معايا كتقول لي بغيت تشري سخان مثلا شحال من لتر نستهلك، كنقول لك انا خصك تشري مثلا تاع 80 لتر او 100 لتر، كتقول لي لا انا غير 50 لتر كافيين. لا انا غنقول لكم علاش. هذا السخان هذا كيفاش كيخدم؟ كيخدم بسيستم تاع الدفع، يعني الماء كيدفع الماء، يعني انت كتحل الماء السخون الماء البارد كيدخل كيتعوض الماء البارد، طول ما كيدخل الماء البارد كيخرج الماء السخون. علاش؟ الماء البارد كيجمع عليه واحد الجهه وصلت هنايا لونطري ديالو، والسخون عنده الصوت ديالو الفوق. علاش؟ لان الماء السخون كيكون دائما خفيف وكيطلع باش ما يبقاش يجي كما مره بارد مره سخون. هذه التكنولوجيا خدامين بها الناس اللي اختاروا هاد السخانات هادو باش انك ملي تكون كدوش ما يبردش عليك الماء. مانيش يعني كما دابا حنا فهمنا شنو كاين داخل وسط الماء. دابا اللي غادي نجي نقول لكم شنو انك عندك هاد السخان هذا بغيتي تعرفوا شمن الليتر اللي غتستهلكو في الدار ديالك. انا غنعطيك واحد النصيحه اللي بحكم التجربه ديالي مع الناس اللي غتقدر تفيدك. السخان طول ما كان كبير، يعني طول ما كان فيه ليترات بزاف، طول ما كيكون مزيان واقتصادي. هادو جوج الحاجات، كيكون مزيان انه ما كيبردش عليك، يعني ممكن تكون كدوش في خاطرك حتى كتسالي ويدخل من موراك شي واحد هذاك الساعه من موراك يدوش. اذا كان صغير راك غتكون دائما كتبقى مخلوع انه يبقى يبرد عليك الماء. علاش؟ لان مثلا ملي كنقول لك انا خاصك تستعمل السخان ديال 8 لتر، يعني 8 لتر اللي غتستعمل ديال الماء السخون اللي الماء طايب هو كتقسمو على 3، نتمنى لكم تفهموني كيفاش. يعني هذا ملي كيكون الشغل الماء ديالو سخون 100%، طول ما كنت كتستعمل السخون كيخرج السخون، طول ما كيدخل البارد يعني كيبقى يخرج السخون وكيطلع البارد، يعني كتستعمل ثلث سخون طايب والثلث كيكون دافي والثلث كيكون بارد. يعني دائما مثلا كتعمل 100 لتر نقسمو على 3، يعني كاين 33 لتر اللي غتستعمل ديال الماء طايب سخون، يعني ما مخلطش باش ما تستهلكش عاوتاني حتى الكهرباء. خصك يكون الشوفو سخون. علاش؟ لان ملي كيدخل الماء البارد كيدخل بواحد الدرجه تاع مثلا 15 درجه ولا 14 درجه على حسب الموقع ديال كل بلاصه، وكيلقى السخان فيه الريزيرف ديال الماء طايب كيدفيه الماء، الماء كيسخن الماء، ريزيستونس اللي هو كيسخن الماء كيجي سهل انه يكمل له دغيا السخونيه اللي انت عاطي تاع 80 دوغري ولا 70 دوغري ولا 60 دوغري على حسب الريجلاج اللي عطيته ولا بلا ريزيستونس. لهذا اللي غنصحكم بحكم التجربه ديالي مع الناس ومع الكليان، انا غادي نقول لكم حنا ما كنهضروش غير بالكالكول اننا نبقاو نعقلوا على كل المسائل، خصك تحسب باش تقرا. شوف المستطاع العام باش اللي قاروا اللي ما قراش يفهم المساله هذه. السخان شحال ما كان كبير شحال ما كان مزيان واقتصادي،
مزيان من ناحيه الماء ما كيبردش عليك، ومن ناحيه الكهرباء ما كيستهلكش الكهرباء بزاف. اون فوا نهار ودائما ديروا في الماكسيموم، ما كيكون فيها ريكلاج، كل شركه مش كيكون عندها ريكلاج ديالها، دائما ديروا في الماكسيموم. كاين بعض الناس اللي كينصحوا كيقول لك لا ديروا غير في المينيموم، ما ديروش الماكسيموم. هادي كيسيف كيبرد، طول ما انت كدير في الماكسيموم كيسخن دغيا وكتقتصد على الماء السخون، يعني ما كتضيعش الطاقه بزاف. وفي خلاصة القول ان اللي بغيت نقول لك، طول ما عندك الى عندك المساحه فين دير الكافيه فين دير السخان يكون كبير نتاع 100 لتر، انك ما ترددش انك تستعمل سخان تاع 100 لتر، يعني ما كيكونش فيها فرق في الثمن، ما كيكونش واحد الفرق كبير، يكون الفرق قصير. لهذا انا كنصحكم وبحكم التجربه ديالي مع الكليان، ديرت سخان كهربائي يكون كبير باش كترتاح وكتخدم به انت والعائله ديالك مرتاحين، وفي نفس الوقت كتقتصد حتى على الكهرباء. كما قلت لكم راه الطريقه مجربه 100%، وبحكم الناس الكليان ديالي اللي غتقدروا تلقاوهم في التعاليق اللي هما غيشوفوا هذا الفيديو هذا، وكيعرفوا ان حتى هما وقعوا لهم هذه المشكله ديال الاستهلاك، وراه هما غيقول لكم شنو كاين. واللي عنده شي تساؤل يخليه في التعاليق، ومرحبا بكم نجاوبكم على جميع التساؤلات. شكرا لكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الموضوع الثاني ديال السخان الكهربائي. الى اللقاء.